السلام عليكم ورحمة الله. تحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان، أطلقت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الثاني، والتي تستمر من 27 من حزيران الجاري إلى 4 من تموز. وشهدت فعاليات اليوم الأول حضور المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه، وأمينها العام السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين دام تأييده، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من مسؤوليها، إضافة إلى شخصيات دينية ورسمية وأكاديمية. وأكد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه في كلمة الافتتاح: إننا كإدارة للعتبة العباسية المقدسة حرصنا أن نجمع جميع البحوث عن المعصومين في هذا الأسبوع، أسبوع الإمامة، باعتبار أن مركز أو منصب الإمامة يبدأ من أمير المؤمنين علي عليه السلام وينتهي بالإمام المهدي سلام الله عليه، ففرضنا المؤتمر وفق هذه الرؤية، أي أنه ليس مؤتمراً لبيان الفقه الخلافي أو كلام الخلاف لما هو متعارف ومسلم به، وذلك كله لأن الأروقة العلمية والحوزات العلمية والمعاهد بحثت في هذا الأمر كثيراً، وما زالت تبحث في قراءات محترمة وألفت في ذلك الموسوعات والكتب. مضيفاً: نحن لدينا مخزون تراثي كبير يمتد إلى أكثر من 2.5 قرن من النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه. هذا التراث الضخم لا شك ولا ريب في هذه الفترة تستجلى الكثير من معانيه على مستوى الفقه والرجال والتفسير والكلام، ما يدعونا أن نعول على الباحثين الأفاضل أن يتحفون دائما باستنطاقه، والنصوص حافلة بما يمكن أن نضيف إلى رصيدنا المعرفي الكثير. كما شهد حفل الافتتاح مناقشة البحث الافتتاحي الذي ألقاه فضيلة الشيخ علي الجزيري، والذي تناول فيه العنوان العام للأسبوع الذي يقام تحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان، وبعنوان منهاج الأئمة عليهم السلام في تربية الفرد والأمة. تعرض الجزيري فيه إلى 3 محاور: الأول أن الغدير حديث أم حادثة، والثاني في ثبوت واقعة الغدير، والثالث في دلالته. وفي ختام اليوم الأول وضمن فعالية أسبوع الإمامة الدولي الثاني، كرمت العتبة العباسية المقدسة شخصيات علمية متخصصة بموضوع الإمامة، حيث كرم كل من حجة الإسلام والمسلمين العلامة الدكتور محمد تقي السبحاني والعلامة السيد هاشم الميلاني من قبل المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه. في أمان الله وحفظه. لا تنسوا الإعجاب بصفحتي والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.